السلام عليكم. السلام عليكم. نعم، رمضان كريم عليكم، إن شاء الله ينعاد عليكم الصحة والعافية وتحقيق الأماني، والله يتقبل صيامكم وقيامكم. اليوم إن شاء الله نبدي بالمحاضرة الأولى من سلسلة محاضرات Digital Communication System. إحنا بالكورس الأول طبعاً تكلمنا وطبقنا على الانالوج كوميونيكيشن، يعني حسب انتم اختصاصكم نظم وسيطره، فما كثير تعمقنا مثل ما جماعه الكوميونيكيشن او الحاسبات. بس العف صوتي واضح؟ نعم واضح استاذ. نعم، فاحنا ما راح نتطرق يعني بالتفاصيل الفلسفيه موجوده يعني بقسم الاتصالات او قسم الحاسبات، وإنما معلومات تفيدكم كاختصاص نظم وسيطرة. بالكورس الأول مثل ما قلت تطرقنا إلى الاتصالات الأنالوج، يعني بالعربي التناظرية أو الكونتينوس. هذا الكورس إن شاء الله راح نتطرق إلى الديجيتال مثل ما تعرفون أكو فرق كثير بين الديجيتال والأنالوج، يعني درسته بالدي إس بي. طبعا المفاهيم الموجودة بالدي إس بي إحنا نستفاد منها إن شاء الله بالديجيتال كوميونيكيشن، ولكن أكو إحنا التركيز راح يكون على الموديليشن، مثل ما أخذنا طرق موديليشن بالأنالوج كوميونيكيشن مثل الدبل سايد باند سبريس كارير، الدبل سايد باند لارج كارير، سنجل سايد باند، فيستيجيال سايد باند الى اخره من الطرق الموجوده. ايضا عندنا طرق خاصه بالديجيتال احنا راح نستخدمها ان شاء الله او نفتهمها حتى نشوف ليش احنا نستخدم الموديليشن بالديجيتال. واحنا عرفنا من الكورس الاول الفائدة من استخدام الموديليشن، شفنا فائدة يعني هندسية عظيمة جدا، ويعني هاي العملية سببت ثورة بعلم الاتصالات. طبعا مع تطور في عملية الموديليشن، يعني الفكرة بالبداية طرحت على الانالوج وطبعا ايضا استخدمت بالديجيتال كوميونيكيشن. اذا واضح البرزنتيشن عيني؟ نعم. الله تسمعوني؟ الكل تسمعني؟ بالتشات الله بس اكتبوا. نعم. نعم ان شاء الله. اذا المحاضره الاولى Digital Communication System نتطرق الى المفاهيم الاساسيه الموجوده في Digital Communication System، واحنا راح نشوف وين راح نتجه من هاي Digital Communication System. Digital Communication System طبعا اسم عام بها تفاصيل كثيره، ويعني احنا ما ممكن ان نحصر هاي التفاصيل الموجودة بكورس واحد، ومثل ما قلت لكم احنا ما راح ننطلق الى تفاصيل فلسفية موجودة بهذا الاختصاص، وانما احنا كقسم نظم راح ننطلق الى شغلات تفيدنا كقسم نظم وسيطرة. اذا احنا بالبداية قبل ما نتطرق الى التفاصيل الاساسية وبعدين احنا راح نسوي يعني نركز على المفاهيم اللي احنا نستفاد منها. بالبداية طبعا احنا المصادر اللي راح نستخدمها او ممكن نستعين بها حتى نزيد من معلوماتنا كمفاهيم وك examples وك اسئلة وحلول. المصدر الاول مثل ما واضح قدامكم احنا استخدمناه طبعا بالموضوع الانالوج كوميونيكيشن، ايضا لانه هو كتاب مقسم الى ديجيتال انالوج في نفس المؤلف اللي هو اللاثي ودينك، Modern Digital and Analog Communication System. هذا موجود عندكم هذا المصدر من الكورس الأول.
المصدر الثاني مع ليون اللي هو Digital and Analog Communication System الإصدار الثامن، طبعاً أخذ إصدارات قديمة بس هو الأحدث إصدار موجود من الموقع ومن قبل المؤلف، وبالمناسبة بها بهذا الموقع موقع خاص باسم هذا المؤلف، يعني تكون بس ليون وهاي الكوتش Digital and Analog Communication System يطلع الموقع خاص بالمؤلف، وبها الحلو بها الماتلاب كود مع كل شابتر. يعني إذا أردت عندكم بروجكت بسيط فد تطبيق معين للمواضيع اللي احنا ناخذها ان شاء الله لاحقا استخدام الماتلاب، ممكن تستعينوا بهذا الموقع بهذا المؤلف، ومنزل الكتاب ومنزل بعض الاسئله ومنزل ايضا المهم ماتلاب بروجكت. يعني احنا الفيريفيكيشن دائما بالكوميونيكيشن احنا نسويها بالماتلاب، بعدين نروح على البراكتيكال عاده بالماتلاب، اكبر برامج اخرى بس الماتلاب يعني من أحسن البرامج، بعدين نروح إلى اتجاه البراكتيكال ونحاول نتحقق من النتائج. فممكن تراجعون هذا الموقع باسم المؤلف بيون، موجود طبعا بيه الكتاب ولوحق الكتاب من أسئلة عفوا وحلوة ما تلاحظون. أيضا كتاب آخر مهم جدا بعالم الديجيتال كوميونيكيشن اللي هو مال سيمون هايكنز، موجود طبعا في هاي المصادر موجودة فري بالانترنت بكل بساطة راح تنزلون، واكو حلول مع المصادر ايضا راح تلقون ان شاء الله حتى تستفادوا منها بالامتحان. وكتاب اخر مع البرنارد ديجيتال كوميونيكيشن هم موجود طبعا، وايضا ممكن مصدر اخر انالوج اند ديجيتال كوميونيكيشن مع السينجل، وبعض الليكتشر نوتس وفيديو ليكتشرز من أكو موقع الـ MPTL واليوتيوب، أكو كثير يعني مواقع احنا ممكن نستفاد منها حتى نفهم هذا الموضوع بالفهم الصحيح والفهم البسيط، لأنه هو كمادة الـ Digital Communication مادة معقدة، بس مثل ما قلت لكم احنا ما رح نفوت بتفاصيل فلسفية وتعقيدية مثل ما جماعة الكوميونيكيشن والحاسبات أو حتى الإلكترونيكس، وإنما راح نتطرق إلى مفاهيم تفيدنا كخصم نظم وسيطرة. Overview of syllabus، إحنا المواضيع راح نأخذ إن شاء الله بهذا الكورس، راح نتطرق بينك والسامبل كثيرهم، هذا الموضوع ما غريب عليكم طبعاً، أنتم ماخذيها بال PSP وحتى يدرس بال Signals and Systems يعني المرحلة الثانية، ولكن احنا كديجيتال لازم نطرق لهذا الموضوع لانه اساسا الانالوج تو ديجيتال كونفرجن او فيرست ستيب فروم انالوج تو ديجيتال كونفرجن. نحن نطرق الى شيء اسمه بلس موديليشن، يعني احنا عندنا بالكورس الاول كان عندنا انالوج كوميونيكيشن، احنا راح نطرق شيء اسمه بلس موديليشن. من اسمه بلس بمعنى احنا عندنا بالديجيتال، وتعرفون البلس احنا بالدي اس بي تطرقنا كثير على هذا المصطلح. صوت واضح شباب؟ نعم واضح. نعم بس اذا انقطع الصوت بالله، لان يعني انا مندمج بالمحاضره على الولو، بس تذكرني بالجروب مالنا خصوصي الله يحفظك اخويا. تمام. نعم. المواضيع المتعلقه او الموجوده اللي راح نستفاد ان شاء الله منها او نتطرق منها بالبلس موديليشن هو ال PAM وال PWM وال PPM. طبعا هذه المصطلحات راح نشوفها منين جاي ال PAM البلس امبليتيود موديليشن والبلس ويف موديليشن والبلس بوزيشن موديليشن. طبعا انتم كقسم اتصالات هذا البلس موديليشن عفوا قسم نظم السيطره تحتاجون كثير هاي بالكنترول، خاصة البلس امبليت موديليشن والبلس ويف موديليشن والبلس بوزيشن موديليشن، هذني تحتاجوها ك يعني كنترولينج كسيجنال كنترولينج لسيستم معين، وتشوفون ان شاء الله بالمراحل جزء بهاي المرحله والمراحل اللاحقه وحتى مشاريع تخرج او مشاريع صناعيه انه كثير اقوى بها البلس فكره البلس موديليشن. وايضا التايم ديفيجن مالتيبلكسنج ايضا تطرقنا لهذا الموضوع احنا بالكورس الاول بالانالوج كوميونيكيشن التايم ديفيجن مالتيبلكسنج، انه هي عمليه ترانسميتنج مور ذان سيجنالز ان سيم شانل، يعني نقدر ندز اكثر من اشاره في شانل واحده. كيف؟
بيستخدم طريقة المالتيبلكسينج، يعني ممكن لس إيميج فيديو داتا إنيميشن أور أي information can be transmitted by using same channel by using techniques of all time division multiplexing technique. مهم جدا. ايضا من الثورات اللي صارت بالcommunication باستخدام تقنية المultiplexing. تقنية اخرى مهمة جدا راح نتطرقها بتفاصيل المملة اللي هي pulse code modulation PCM. PCM يعتبر second step for analog to digital analog to digital conversion. طبعا نحن ورا ما نسوي عملية نايكود سامبلينج فيلم، second step from procedure راح يكون عندنا pulse code modulation اللي هي طبعا بتفاصيل يعني بسيطة إن شاء الله راح نتطرقها من يجي وقت احتمال المحاضرة القادمة أو البعد. ايضا راح نتطرق الى شيء اسمه دلتا موديليشن او ما يسمى ب 1 بت موديليشن. احنا هسه قلنا نستخدم بت ليش؟ لان احنا موضوعنا ديجيتال والديجيتال له علاقه بالباينري، فاذا استخدام البت لان دلتا موديليشن او ما يسمى ب 1 بت موديليشن. ايضا كوانتايزيشن نويز، انتوا ايضا كلمه كوانتايزيشن ما غريبه عليكم اللي هي انتوا اخذتوا طبعا بال دي اس بي كوانتايزيشن. كوانتايزيشن يعني تقسيم الاشاره الى لبلات. طبعا راح نشوف هنا شلون نتعامل مع هذا الموضوع، وايضا راح نتعامل مع ندرس ونحلل الكوانتايزيشن نويز ان بي سي ام اند دلتا موديليشن، ونشوف تاثير الكوانتايزيشن نويز على هاي الاشاره. موضوع signaling format موضوع مهم جدا، راح نتطرق ايضا اليونيبولار بايبولار سبلت فيز مانشستر كود، هذني التقسيمات الاشاره العلاقه بالديجيتال. هم راح نتطرق التفاصيل ونشوف الاشارات الموجوده في هاي الحالات. الحاله الاخرى عندنا او الموضوع الاخر ان شاء الله راح نتطرق له اللي هي السنسوريال ديجيتال موديليشن. هاي يعني موضوع مهم جدا يقابل عشان عندنا الانالوج كوميونيكيشن او انالوج موديليشن. عندنا دبل سايد باند سبريس كارير، سنجل سايد باند سبريس كارير، دبل سايد باند لارج كارير، سنجل سايد باند لارج كارير، ريستيجر سايد باند. احنا ايضا عندنا اللي يقابل بالديجيتال هاي الموديليشنز، يقابل عندنا الاي اس كي يعني عندنا الامبيريال فيس شيفت كين، هسه نشوف ان شاء الله التفاصيل ماله، والبي اس كي والاف اس كي والام ار اي موديليشن. ايضا راح يعني نتعامل او ندرس مع النويز ان اي اس كي بي اس كي اف اس كي اللي راح ندرس ايرور بروبابيلتي يوزينج كوهيرنت ماتش فلتر اند نون كوهيرنت ديتكشن. نعرف احنا الكوهيرنت والنون كوهيرنت اللي علاقه بالفيز مثل ما شفنا احنا ايضا بالفصل الاول. هاي ممكن احنا سوينا الاوفر فيو اوف سيليبس اللي ممكن احنا نتطرق لها بهذا الكورس، ولكن ارجع اذكركم انه ما يعني نتداخل بالتفاصيل الفلسفيه الموجوده بالكوميونيكيشن، وانما التفاصيل اللي احنا ممكن نستفاد ان شاء الله منها ب نظام السيطره، قسم نظام السيطره. اذا هاي اعاده احنا مثل ما شفنا بالموديليشن، اما انالوج موديليشن او ديجيتال موديليشن. انالوج موديليشن القسم الاول على اليسار اخذناها بالتفصيل بالكورس الاول، اذا بالكورس الثاني راح نتطرق الى ديجيتال موديليشن بعد ما نشوف المواضيع المتعلقه قبل هاي الديجيتال موديليشن اللي شفناها بالاوفر فيو اوف سيليبس. اذا الامبليتود شيفت كينج اي اس كي، frequency shifting FSK والphase shifting FSK الى اخر من الموديليشنز الموجوده راح نتعرف عليه ان شاء الله لاحقا. هاي التيبيكال ديجيتال كوميونيكيشن لينك. تيبيكال ديجيتال كوميونيكيشن لينك احنا لازم نفهم شنو الستبس او البروسيجر الموجوده احنا عندنا بالديجيتال كوميونيكيشن سيستم. يعني لازم نعرف احنا ليش جاي نستخدم ديجيتال كوميونيكيشن، وشنو الخطوات اللي راح نسويها، وهل وشنو الفرق
الديجيتال عامل انه واي ديجيتال، ليش نستخدم ديجيتال، ليش صار نشوفه. صوت واضح عيني؟ إذا أول خطوة من خطوات first step to transformation analog to digital conversion إنه أولا نحن نحول إشارة الأنالوج إلى ديجيتال. شو نحول؟ أكو بلوك خاص يسمى بـ analog to digital converter. طبعا هاي أنتم تعرفوها يعني درستوها بالـ DSP. إذا أول خطوة حتى نحول إشارة الأنالوج إلى ديجيتال ندخلها بهذا البلوك. شكو بداخل هذا البلوك احنا راح نشوفها ان شاء الله لاحقا، راح نتعرف عليها. البلوكات راح نتعرف عليها، اكو بلوكات راح ندخل تفاصيل، بلوكات ما ندخل تفاصيلها لان مثل ما قلت لكم ما يعني اختصاصكم. اذا اول الخطوه هي التحويل اشاره الانالوج للديجيتال. اذا بهاي الخطوه هنا راح صارت عندنا الاشاره ديجيتال، وراح ندخلها بشيء اسمه سورس انكودر. سورس انكودر يعني من اسم انكودر نشفر احنا الاشاره. ليش احنا نشفر الاشاره؟ طبعا بها تفاصيل ما يدخلكم بها، ممكن نستخدم كودات معينه. احنا نقول كودات يعني ما انكودينج معين مثل البي سي اتش ريد سولومون الى اخره من الهامينج والهامينج كود الى اخره، احنا نستخدم بها حتى نحصل على اشاره اوبتيمم. هاي ما ندخل بها التفاصيل، ممكن قسم الاتصالات الحاسبه يدخل التفاصيل. الخطوه اللي بعدها ندخل هاي الاشاره الاوتبوت مال السورس انكودر ندخلها الشانل انكودر. الشانل انكودر ايضا ما ندخل التفاصيل، يعني بها تفاصيل هندسيه يعني خاصه بالاتصالات. ممكن نستخدم ال OFDM يعني او CDMA الى اخره من التقنيات اللي تستخدم بالجيل الثاني والثالث والرابع والخامس من الاتصالات. فاذا التقنيات اللي تستخدم بالاجيال التطورية تكون بخانة الشانل انكودر. اوكي، فاذا التفاصيل موجودة بالسورس انكودر، والشانل انكودر احنا ما راح ندخل بها لان اختصاصنا مو اتصالات، يعني اختصاصنا لغة مسيطرة حتى ما دوختم التفاصيل الموجودة. الستيب الآخر اللي مهم جدا اللي احنا ندخل التفاصيل المملة اللي هي الديجيتال موديليتر. اذا احنا شغلنا بهذا الكورس رح ندخل التفاصيل الانالوج ديجيتال كونفيرتر وبتفاصيل الديجيتال موديليتر. الديجيتال موديليتر اللي هو الديجيتال موديليشن خاص بمواضيع هذا الكورس اللي شفناه بالاوفر فيو اوف سيليبس. وبأنالوج تو ديجيتال كونفيرتر ايضا راح ندخل نشوف تفاصيلها سهله، وايضا عندكم معلومات منها من الدي اس بي. اذا اشاره تخرج من هنا بهاي المرحله، الاشاره تكون جاهزه بالارسال عن طريق الشانل، والشانل هنا هي عباره عن وايرلس شانل. يعني الشانل مالنا هي عباره عن وايرلس يعني الجو. اوكي، طبعا اكيد الجو الشانل تحتوي على كثير من النويز والانترفيرنس. النويز والانترفيرنس طبعا من مصادر اخرى معروفه او غير معروفه راح تنضاف الى هاي الاشاره. فاحنا لازم الاشاره من نستلمها نعرف شلون نتعامل مع الاشاره، لان هاي الاشاره راح تحتوي لنا على اشاره المعلومات زائدا النويز والانترفيرنس. النويز والانترفيرنس لازم احنا نلغيها ونقدر نسوي عملية ديموديليشن اور ديتكشن لإشارة المعلومات. إذا نستلم الإشارة، أول خطوة راح تكون خطوة معاكسة للبلوكات الموجودة عندنا بجهة الترانسميتر سايد. إذا أول خطوة راح تكون عندي ديجيتال ديموديليتر اللي استخدمناه احنا بالديجيتال موديليتر، راح نسوي ديموديليتر لنفك أو نسوي ديتكشن للديموديليتر الإشارة المستلمة. الخطوة اللي بعدها البروبرتيز اللي استخدمناها بالشانل انكودر راح نستخدمها بالشانل انكودر، وايضا بالسورس انكودر استخدمنا الكودات استخدمناها بالسورس انكودر راح نستخدمها بالديكودر حتى نقدر نسترجع الاشارات. اذا هاي الخطوه بهاي الخطوه قدرنا نسترجع الاشاره على شكل ديجيتال، اما اذا احنا نحتاج على شكل باينري ديجيتال مباشره ناخذ الاوتبوت من هاي الجهه، اما اذا ردناه انالوج مثل ما ارسلنا إذا ندخلها
بهذا البلوك اللي هو معاكس تماما للديجيتال تو انالوج، انالوج تو ديجيتال كونفرتر. راح يكون عندي ديجيتال تو انالوج كونفرتر نحصل على اشاره انالوج اوتبوت. اذا هاي هي البيس بيسك اليمنتس اوف ا ديجيتال كوميونيكيشن سيستم. واضح الصوت عيني؟ نعم واضح الصوت. جيد. واي ديجيتال؟ ليش احنا نستخدم الديجيتال؟ يعني شفنا احنا بالانالوج او ابلكيشنز معينه استخدمنا وشفنا شفنا التفاصيل الهندسيه الحلوه الموجوده بها الابلكيشنز موجوده بحياتنا اليوميه. بس واي ديجيتال؟ الواي ديجيتال يقول the shape of the web form is affected by two basic mechanisms. اذا اشاره الانالوج حتى اذا سوينا انالوج موديليشن، اذا اكو انالوج موديليشن شفتوا انه الشكل الاشاره يتغير. يعني اذا كان عندنا الموديليشن على البريتيود شفنا الموديل اشاره المعلومات تتخزن على انفلوب، بمعنى يتشكل عندي تشكل للاشاره من خلال هذا الشكل. احنا نعرف انه هاي الاشاره بها موديليشن بتقنيه معينه. اذا شيب، اذا التركيز على شيب. اما اذا كان عندي على فريكوانسي او الفيز يعني الانجل موديليشن، نشوف ايضا شكل الاشاره تتشكل بشكل معين من خلال النظره لهاي الاشاره. نعرف انه هاي الاشاره صارت بها عمليه موديليشن بتقنيه معينه، بمعنى التركيز صار عندنا على شيب اوف سيجنالز after modulation. اذا هاي الشيب مال الاشاره after modulation راح تتاثر ب two basic mechanisms. الميكانيزم الاول انه as all transmission lines and circuits have some non-ideal frequency transfer function, there is a distorting effect on the ideal pulse. بمعنى احنا بما انه نحكي على انالوج، عاده الشانل عندنا بالانالوج طبعا اكو واير اكو وايرلس، بمعنى اشاره اللي ما تطلع على اذا كان عندنا شانل واير، بمعنى اكو ترانسميشن لاين معين جاي نستخدم حتى نحول اشاره الموديليت سيجنال فروم ترانسميتر سايد تو ريسيفر سايد، بمعنى اكو يعني نون ايديال فريكوانسي ترانسفير فانكشن نتيجه الترانسميشن لاين والسيركتس المستخدمه، بمعنى بين قوسين اكو خسائر ممكن تاثر لنا على الشيب مال الموديليت سيجنال. اوكي، واذا كان عندنا طبعا الوايرلس شانل، بمعنى الاشاره اللي ما تطلع للجو الستيبس اكو، اذا اكو نون ايديالتي فريكوينسي ترانسفير. هاي الموضوع او الميكانيزم الاول ممكن تاثر لنا على الشيب مال الاشاره. الخطوه او الميكانيزم الثاني هي ان وونتد الكتريكال نويز اور اذر انترفيرنس فوردر ديستورت ذا باث ويف فورم. يس طبعا، لان احنا ما دام عندنا بالانالوج مثل ما قلت لكم عندنا الشيب هو المهم، النويز كثير راح ياثر لنا النويز والانترفيرنس على الشيب مال الاشاره. بمعنى الانالوج هنا ممكن تسبب لي خسائر، والخسائر ممكن افقد من الاشاره المعلومات، وانا اهم شيء عندي اشاره المعلومات. فنتيجه لهي السببين before it's degraded to an ambiguous state, the pulse is amplified by a digital amplifier that recovers its original ideal shape. The pulse is thus reborn or regenerated. It is done by regenerative repeaters. يقول احنا بما اننا احنا حتى نحل هاي المشكله احنا ممكن نستخدم الديجيتال امبليفاير. احنا ما ممكن نستخدم الديجيتال امبليفاير اذا ما عندنا انالوج تو ديجيتال كونفرتر. اذا دخلنا بالديجيتال، هاي سببين او تو بيسك ميكانيزم اللي اساسه احنا نستخدم واي ديجيتال. ليش نستخدم الديجيتال؟ الصوره الواضحه هاي الفيجر اللي قدامكم جبتها من مصدر معين موجود في كل المصادر بالانترنت، يقول pulse degradation and regeneration. تشوفون هاي الديستانس، يعني هاي عندنا الاوريجينال pulse signal، ايش قد ما يعني هاي الاشاره تقطع مسافه معينه بنلاحظ انه الاشاره تتغير، يتغير شكل الاشاره. اوكي، ولكن اذا نخلي مثلا مسافه معينه نسوي regeneration او repeater، ممكن نستخدم او نسترجع اشاره شكل الاشاره.
على شكل باص. فهذا سبب يعني مهم جدا ان نستخدم ديجيتال كوميونيكيشن. نجي على الادفانتجز اوف ديجيتال ترانسميشنز. طبعا ادفانتج كثير عندنا ادفانتج باستخدام الديجيتال ترانسميشنز ما ذكرت بالسلايد السابق، بس ندخل نوع من التفصيل. السبب الاول او الادفانتج الاول انه النويز اميونيتي. يعني ايش معنى؟ يعني مور ريزيستيف سوري تو اديتيف نويز. اديتيف نويز هو نوع من انواع النويز اللي ممكن ان ينضاف الى اشاره المع او اشاره الانفورميشن سيجنال او الموديليتد سيجنال بالشانل as it is used signal regeneration rather than amplification. اذا الاستخدام الديجيتال يكون مقاوم لنوع من هاي النويز. اكو اديتيف نويز، اكو كلر نويز. يعني اديتيف نويز يعني احنا نسميه ضوضاء الابيض، واكو كلر نويز طبعا فيها تفاصيل نويز موضوع يعني موضوع كبير جدا ما ندخل يعني التفاصيل. احنا انه نفهم انه اكو نويز راح ينضاف الى اشاره الاشاره المضمنه بالجو. فاذا الديجيتال راح يكون مقاوم لهذا النوع من النويز، اي بمعنى احنا من نسترجع اشاره معلومات نقدر نلغي هذا النويز تقريبا يعني 90 الى 95%. ايضا موضوع مهم جدا جدا اللي هو الايرور ديتكشن اند كوركشن. موضوع الايرور ديتكشن اند كوركشن موضوع يعني ماده كامله احنا درسناها بالماجستير، موضوع كامل خاص بجماعة الاتصالات. احنا بس نريد نعرف ايش هي الـ Error Detection and Correction. يعني بما انه احنا عدنا اشارة الانالوج حولناه الى ديجيتال، ما عنده سن يعني صار عدنا باينري كود 1-0. صوت واضحين شباب؟ نعم وراء صوت. نعم. بما انه عدنا الباينري كود يعني إشارة المعلومات صارت عندنا على شكل باينري، إذا ممكن نتيجة النويز الموجودة عندنا بالشانل ال 1 0 تتغير. يعني ممكن 1 يصير 0 و 0 يصير 1. إذا Error Detection and Correction عملية كشف هاي التحويل الواحد إلى صفر، تحول الواحد إلى صفر أو الصفر إلى واحد نتيجة النويز، إحنا نكشفها بهذا الموضوع. وما بس نكشفها، نسوي لك كوركشن يعني ورا ما نكشفه نصلحه. هذا موضوع يعني بها تفاصيل فلسفية يعني عظيمة، ما ندخل تفاصيل احنا قسم نظم سيطرة، ولكن Error Detection and Correction يختص بها Digital Communication، يختص بها جماعة Communication. إذا يقول Digital Circuits are least susceptible to distortion and interference due to two levels transmission errors can be detected and corrected as the probability of error is less. يعني عملية كشف وتصحيح الأخطاء نتيجة النويز. الحالة الأخرى اللي تعتبر من advantages مع digital transmission أنه easy of multiplexing. إحنا كنا إيش من multiplexing؟ يعني إرسال more than signals in same channel by using multiplexing technique. عملية استخدام هذا التكنيك بالديجيتال أسهل. يعني many baseband signals can be combined and transmitted using TDM. Okay. الخطوة أو النقطة الأخرى integrating analog and digital data. عملية integrating يعني عملية تجميع إشارات الأنالوج والديجيتال بعد جهة الريسيفر سايد، عملية سهلة قياسا بالانالوج. ايضا use of signal regenerators. signal regenerators شفنا هاي احنا السبب انه ليش استخدم الديجيتال وايد ديجيتال، شفنا انه استخدم الريجنريتر. they sample the received noise signal, reproduce an entirely new digital signal with same signal to noise ratio. طبعا مهم جدا هذا المصطلح signal to noise ratio، يعني نسبة الاشارة الى الضوضاء. بما انه النويز بالمقام بمعنى ايش قد ما تكون عندنا النويز اقل، ايش قد ما تكون عندنا باور مال الاشاره احسن، يعني الاشاره احسن. As that
of original transmitted signal so that the signal can be transmitted to a longer distance. طبعا بيخلي repeaters حتى نسوي regeneration لهي الإشارة نقدر نشوفها إنه نقدر نسوي إلى مسافات أبعد مما بالأنالوج. أيضا data integrity due to signal regenerator or digital repeater علاقة بالنقطة اللي قبلها. وأيضا data security عملية السكيورتي تكون أقوى بالديجيتال نتيجة استخدام طرق encryption. طبعا هاي encryption التشفير وفك التشفير هاي احنا هم ما ندخل التفاصيل لأن جماعة الحاسبات يدخلون التفاصيل المملة عندهم يعني أكثر من مادة متعلقة بهذا الموضوع. أيضا advancement of digital technology miniaturization, less power consumption, less cost, less weight إلى آخره من التفاصيل العملية اللي احنا نشوفها بالديجيتال تكنولوجي راح نشوف إلى نحصل إلى يعني hardware compact أكثر مما بالانالوج. طبعا هاي مهمة جدا بأنه نحصل إن استخدام الباور أقل وكذلك التكلفة أقل بعملية عملية وطبعا وزن أقل. تشوفون أجهزة التطور وين صار قد ما عاد نتطور الأجهزة يعني العلم يتطور إنه الأجهزة تصير كومباكت يعني صغيرة الحجم. ليش؟ لأن استخدام الديجيتال كوميونيكيشن. صوت واضح عيني شباب طلاب؟ نعم واضح جيد. أيضا الديجيتال ترانسميشن ندخل بعد شوي ندخل تفاصيل. Digital transmission كلمة digital transmission refers تشير إلى transmission of digital signals between two or more points in a communication system. واضح. If the original signal is in analog form, then it needs to be converted to digital pulse bearer to transmission and converted back to analog signals in the receiver. شفنا هاي. يقول إذا كانت الإشارة عندنا بالأنالوج لازم إحنا نحولها إلى ديجيتال حتى نقدر نرسلها بال ديجيتال ترانسميشن سيستم. وبعدين يقول من جهة الريسيفر سايد من نستلم إشارة إلى الأنالوج نرجع نسترجعها إلى الأنالوج. أيضا the conversion of analog signal to digital pulses is known as waveform coding. هاي العملية يسموها بـ waveform coding هي عملية الـ conversion of analog signal to digital يعني analog to digital converter يسموها بالـ waveform coding. The digitized signals may be in the form of binary or any other form of discrete level digital pulses. إذا عملية الـ digital signals may be in form image from بالـ binary بالـ 1-0 or عندنا بي other form of discrete level digital pulses. احنا راح نركز على الباينري يعني هو ال 1-0 اللي احنا عادة بنسمع الباينري يعني يجي بان لقبل ال 1-0 ال on off يعني حالتين. طبعا احنا نركز على باينري يعني ما نركز على other form of discrete level digital pulses يعني أصلاً الكورس ما يسمح الوقت ما يسمح إنه يتطرق إلى other form ولكن راح نركز على binary ونشوف أيضاً بالmodulation techniques digital modulation techniques بال ASK وال FSK وال PSK وال VPSK إلى آخر من الطرق اللي راح نأخذها إن شاء الله لاحقاً من المحاضرات القادمة حتى راح نشوف إنه شلون نتعامل مع binary. هذا الشكل واضح قدامكم إنه هاي الأنالوج إذا دخلنا إلى البلوك مع الأنالوج ديجيتال إنكودر راح تطلع من هاي الإشارة بمعنى صارت عندنا إشارة أنالوج ديجيتال سوري. إذا نفتهم يعني هاي العملية قد هاي عملية بافرينج يعني خزن ويعني عرض الإشارة واضحة قدامكم هاي الصورة عيني. تشوفون عملية ريكوردينج الكوردينج يعني الصوت تسجيل الصوت والصوت هو بالاساس عباره عن انالوج فمن دخل الى مثلا MP3 اوديو يعني اذا استخدمنا طبعا هاي دي اس بي بروسيسنج بس الفكره نفسها بالكوميونيكيشن انالوج تو ديجيتال كونفرتر. تشوفون الاشاره هاي الحمراء الانالوج شلون تتحول ل 1-0 وتصير عمليه بروسيسنج وبعدين تنخزن بالميموري
على شكل اشنو 1 0. احنا نعرف عمليه buffering data in memory تكون على شكل باينري او هكسل. طبعا اذا بيانات ضخمه نستخدم الهكسل، اذا بيانات يعني قليله نستخدم الباينري. اذا نرجع حتى نعرضها، او هاي نعتبرها مثلا ترانسميتر ونعتبرها ريسيفر. اوكي، فاذا نفس المعالجه حتى نسترجع الباينري وبعدين نستخدم العمليه المعاكسه بالنسبه لان الكمبيوتر يشوف انه نسمع الصوت. يعني مثلا احنا نسمع هاي انت تحكي بالمايك مع الموبايل، وهي نعتبرها الجهه اللي تسمع بمثلا مكان اخر. الصوت ليش احنا نسمع صوت؟ واهم شيء بالعمليه الكوميونيكيشن سيستم نقطتين مهمين احنا لازم الكوميونيكيشن انجينير لازم ياخذهم بالاعتبار عند يعني ديزاين اوف اني كوميونيكيشن سيستم. اول شيء فرزنه الكلام، يعني انت تعرف انه مثلا نخبر بالموبايل، هسه انا جاي احكي معكم بالمحاضره، يعني انا هسه انا الترانسميتر وانتم الريسيفر. هسه اول شيء انت تعرفون من المتكلم، انا المتكلم مثلا انا المدرس الماده، تعرفون انه انا مدرس الماده واسمي فلان، تسمعون صوتي واضح، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الكلام يكون مفهوم، يعني ما بس احنا نسمع الصوت، لا، اذا فرزنت الكلام وفهم الكلام. هاي النقطتين تتم بهاي البلوك دايجرام اللي هي اشنو؟ Analog to Digital Converter, Source Encoder, Channeling, Source Encoding, Channel Encoding, Digital Modulation والChannel بيناتنا احنا. هسه انتو شلون تشكلوا واحد المكان الجو، كل من عنده مثلا برج مع الانترنت او مثلا بالموبايل فاتح بيانات، يعني عايز يستلم الاشاره عن طريق الجو بالضبط. هسه احنا عباره عن Digital Communication، يعني نستخدم Digital Communication للتواصل مع بعضنا اوكي يعني؟ هاي يعني المثال واضح جدا على موضوعنا اليوم. اذا التفاصيل الموجوده بالانالوج تو ديجيتال كونفرجن بروسيس هي 3 ستيب بروسيس، مهم جدا. شوفون هاي احنا تفاصيلها انتم ممكن ماخذيها بال دي اس بي، ولكن احنا يهمنا نتهمها من الناحيه الاتصالات اكثر من معالجه اشارات. صح يعني الدي اس بي جزء لا يتجزا من الكوميونيكيشن، بس قد تكون يعني عمليه التعامل مع سيجنالز لابلكيشنز اخرى مثلا يعني تطبيقات طبيه، احنا يهمنا انه نجيبها تطبيقات الاتصالات. اذا قلنا اول خطوه هي عمليه سامبلينج، Analog signal sampling راح يتحول الى captured sample data values، هاي الانالوج راح تتحول الى samples الى pulses. هاي انتم ماخذيها بالتفاصيل المملة بالدي اس بي اوكي يعني. فانالوج signal يقول is continuous in time and amplitude، واضح من اول يوم دخلنا الى كلية الهندسة نعرف انه الانالوج signal هي عبارة عن continuous وتتكون من time، هاي time وبها ليفل معين امبليتيود معين. بالسامبلينج هذا البلوك يعني عمل هذا البلوك عباره عن سيلكت ذا داتا بوينت وي يوز تو كرييت ذا ديجيتال داتا. اذا هي حتى نهيئ الانالوج سيجنال تو بي كونفرتد تو ذا ديجيتال فورم، فيرست ستيب از عملية سامبلينج حتى نحول هي الإشارة إلى سامبلز. بعد ما نحول إلى سامبلز راح تكون بهيئة الكابتشر سامبل داتا فاليوز عبارة عن بلسات. أوكي، واضح الصوت شباب؟ تجي السكند ستيب اللي هي عملية كوانتايز، الكوانتايزيشن. إيش هي الكوانتايزيشن؟ كل ليفل من السامبلز اللي حصلناه من السامبلين راح نعطيها في ليفل معين، ايش قد الليفل ماله؟ نبدي بالليفل الادنى الى الليفل الاعلى حتى نعطيها ايش قد قيمتها، يعني نعطيه ليفل، يعني نقسم
كل ليفل طبعا نبدي بالباينري من الصفر وصعودا. اذا نشوف لاحظوا ممكن نعمل ليفلات. يقول quantizing choose the amplitude values used to encode. اذا quantizing هي انه الاشاره ورا ما تحولت الى sampling نعطيها ليفلات حتى بعدين تتحول كليا الى باينري كود. فايش راح يصير هنا؟ فايل الاوتبوت يقول quantized sample data now have discrete values in both time and amplitude. الخطوه اللي بعدها اللي هو الانكود. انكود يعني انكودينج يعني وكانه تشفير. يعني ايش تشفير؟ يعني عندنا في المعلومات اللي استخدمت برامج التشفير خاصه اهل الحاسبات. عندي بلوك من الداتا. اذا اشغلكم مثلا معلومات على شكل 1-0 ما تعرفون ايش نهايه 1-0 عباره عن 1-0-1-0-0-1 الى اخره. بس بالاساس هي عباره عن معلومات يعني اشاره معلومات قد تكون اشاره فويس ساوند يعني فيديو داتا معينه انيميشن الى اخره. فاذا وكانه شفرنا المعلومات. اوكي؟ encoding assigns binary numbers to those amplitude values. فتطلع عندنا digital signals. Now have the digital data which is the final result. إذا هي هاي صارت عندنا digital signals. هاي الانالوج وهاي الديجيتال مال. أما ال disadvantage of digital transmissions. اشنو يعني هل ممكن انه ما بيها ديز ادفانتج؟ لازم بيها ديز ادفانتج، ماكو شيء بهذا الكون او بهاي العلم انه ماكو ديز ادفانتج. اذا ايش الديز ادفانتج مال الديجيتال ترانسميشنز؟ الديز ادفانتج مال انه ريكوايرد مور باندويث، طبعا يحتاج الى باندويث اعلى مما بالانالوج. ريكوايرز precise time synchronization between the clocks used in transmitter and receiver. طبعا يحتاج الى يعني تزامن عالي بين ال transmitter side وال receiver side. طبعا هاي احنا مجرد جاي نذكر ايش المور باندويث وايش ال precise time synchronization. طبعا هاي بتفاصيل ضخمه يعني كل نقطه منها ممكن احنا ندرسها كورس كامل ونسوي بها يعني مشروع كامل. بس احنا قلنا مثل ما انا ما اتخذ تفاصيله بس انتم تعرفوا انه بالديجيتال يحتاج الى مور باندويث ويحتاج الى تايم سينكرونايزيشن دقيق وعالي بين استخدام الكلوك بين الترانسميتر والريسيفر. وايضا نيد فور اديشنال كومبلكس سيركتري فور انكودينج اند ديكودينج. طبعا تحتاج الى دوائر صح يعني هي عباره عن كومباكت ولكن هي عباره عن كومبلكس سيركتري للانكودينج اند ديكودينج. وايضا الكواليتي اوف سيرفيس. الكواليتي اوف سيرفيس كان ديكارد اول اوف ذا سادن فروم فيري جود تو فيري بور اف ذا سيجنال تو نويز ريشيو دروبس تو ا سبيسيفايد ثريشولد ليفل. طبعا اذا الاشاره تاثر يعني نويز عالي طبعا ممكن راح نخسر الكواليتي اوف سيرفيس. طبعا لازم تكون ضمن يعني مجال مسموح يعني حد مسموح به انه نخسر الكواليتي اوف سيرفيس بعدين السيستم بعدين يفشل. إذا نبدأ بأول خطوة من خطوات الديجيتال أنالوج تو ديجيتال كونفرتر الكونفرجن اللي هو السامبلينج. إحنا ندخل وإن أنتم ماخذين بالدي إس بي سامبلينج بس هم لازم ناخذها بالأنالوج حتى نعرف جاي تصير عندنا جاي نسوي إحنا بالديجيتال كوميونيكيشن. إذا أول خطوة من الأنالوج تو ديجيتال كونفرتر هي السامبلينج مثل ما شفنا. راح ناخذ بالسامبلينج إحنا السامبلينج ثيوريم. منين جبنا هاي النظرية؟ وهل اكو نظريات يعني حديثة هم تعمل عمل السامبلينج؟ نعم اكو ولكن ما يدرس في مرحلة البكالوريوس اما بالماجستير او الدكتوراه. احنا نجرب بس نفكر وما ندخل تفاصيل. النقطة الأخرى الميثودز اوف سامبلينج. الميثود المستخدم السامبلينج ايش هي الطرق؟ والسيجنيفيكانس اوف سامبلينج ريت. الـ sampling rate مهمة جدا. راح نشوف انه ايش قد عندنا sampling rate المسموح بها حتى ما نخسر الاشارة وما يصير عندنا aliasing. aliasing ايش يعني؟ تداخل بالاشارات. ف
فاذا بالمقابل حتى ما يصير عندنا الايزنج لازم نسوي ديزاين لانتي الايزنج فلتر. نسوي فلتر تعالج لنا عمليه هي مضاد للالايزنج نسميه بالانتي الايزنج. طبعا الابلكيشن اوف سامبلينج ثيرم هي البي اي ام تي دي اي يعني فولس امبليفيكيشن وتايم ديفيجن مالتيبلكسينج. سامبلينج مثل ما يعني تعرفون هي عبارة عن process of converting continuous time analog signal into discrete time by taking the samples at discrete time intervals. وكانه يعني هي عبارة عن مراجعة للشيء اللي ذكرناه من السادات السابقة. سامبلينج عملية واضحة جدا ومعروفة بالنسبة لنا. Because sampling analog signals makes them discrete in time but still continuous values. طبعا يقول sampling analog احنا من نجي نقطع الإشارة بعدها analog بعدها sorry يعني continuous قبل ما نجي إلى quantization الإشارة صح ما تتقطع بس بعدها continuous. Okay. If done properly Nyquist theorem is satisfied. احنا لازم نلقي properties خاصية Nyquist اللي sampling does not introduce distortion. ايش هي؟ نعرف انه هو FS يساوي 2FM. هاي نجي عليه ان شاء الله تصور من حضرة القادمة ندخل تفاصيل الرياضية موجودة في sampling حتى نهيئ نفسنا ندخل الكوانتايزيشن. اذا sampled values يقول the value of the function at the sampling points. طبعا لكل level معين راح نلقي قيمة مهمة. Sampling interval the time that separate sampling points طبعا بين sample وsample after sampling analog signals راح نلقي interval معين بين sample وsample حتى نضمن انه ما نصير عندي distortion من جهة receiver side. يقول if the signal is slowly يعني إشارة كانت عندي شنو slowly varying تغييرة بطيء then fewer samples per second will be required than if the wave is rapidly varying. طبعا إذا كانت عندنا إشارة تتغير ببطء بين البيك وال يعني بلس بيك والماينس بيك إلى آخره فنحتاج إلى انترفال بسيط أو قليل بين بلس وآخر. أن إذا كان عندنا تردد عالي تغيير سريع لا هنا لازم إحنا نسوي عملية compressing للتايم انترفال حتى نقدر نتعامل مع الإشارة اللي تتغير بشكل سريع. So the optimum sampling rate depends on the maximum frequency مثل ما قلت لكم. إذا نعتمد على التردد الأعلى الموجودة بالإشارة component present in the signal. واضح الصوت شباب؟ نعم أستاذ. نعم أستاذ. نعم. Second step من analog to digital conversion is basically a two-step process. Sampling هي عبارة عن مثل ما قلنا convert from continuous time analog signal to discrete time continuous value is obtained by taking samples of x a sub a of t discrete time. هاي قلنا. إذا الخطوة اللي بعد راح تكون عندنا quantization. I convert from discrete time continuous value signal to discrete time discrete value signal. اوكي احنا بس نفتهم بعد عندي فد برنامج بسيط في الماتلاب. تشوفون هنا هاي المفهوم اللي احنا قلناه واضح الفيجر بالله؟ نعم استاذ. نعم هاي شوفوا هنا عندنا مثلا ساين ويف اشارة يعني تغيير الاشارة بشكل بطيء يعني فاحنا عندنا حتى نسوي هاي العملية مثل هاي المربعات هنا هي عملية quantization. إذا أخذنا لفلات قليلة شوف أنه هاي المسافة كلش مسافة كبيرة أوكي. وإذا أخذنا مثلا لفلات يعني عدد لفلات أكثر من الحالة الأولى شوف أنه إذا عملية interleaving أو مواكبة الإشارة الأصلية تكون أوضح. يعني هاي يا حالة أحسن سؤال طلاب الله جاوبوني على هذا السؤال يعني هاي الحالة أحسن وهاي الحالة أحسن في عملية الكوانتايزيشن باعتبار أنك جالسين الدي اس بي.
نعم اسمعوني طلاب، الو. نعم استاذ. نعم يا حالة أفضل بالله، هاي حالة لو هاي الحالة، يعني هل إنه ناخذ بطولات أعلى لو أقل؟ أستاذ ناخذ أعلى. ليش أعلى؟ أستاذ حتى الإيرور يقل. إيرور يقل. نعم. طبعاً يعني البطولات أعلى، يعني هنا ممكن راح يصير عندي يسمى بالكوانتايزيشن إيرور إذا ناخذ يعني البطولات أقل، وإذا ناخذ البطولات أعلى يعني راح نجي بتفاصيل مهمة بموضوع الكوانتايزيشن ونشوف المعادلات الخاصة وإحنا شلون عندنا. طبعا هي عبارة عن إشارة continuous، هي عبارة عن إشارة يعني واضحة، يعني ماشي إشارة randomly، مثل ما تعرفون إشارة المعلومات خاصة الإشارة الصوتية هي عبارة عن إشارة randomly راح تصير، ما مثل الساين ويف أو الكوساين ويف أو يعني other type of signals. فإذا عملية أخذ اللبلات تكون يعني بشكل يعني adaptively، يعني تكيفي، يعني مثلا عندنا اشاره يعني ما يعني تغيير الشكل، اشاره تصعد لحد معين ترجع تنزل، لا ممكن تصعد تنزل بعد تصعد تنزل، يعني على شكل يعني توزيع عشوائي للاشاره. فحتى نضمن انه ننقي البلاط، هاي البلاط تشمل كل جزء من الاشاره، نلجا الى اعطاء البلاط اكثر لتقسيم هاي الاشاره. طبعا هاي البلاط ما هي عباره عن عملية يعني راندملي، لا بها معادلة خاصة، معادلة بسيطة على أساس احنا نوت البلاط. هاي البلاط تجي من شلون عندنا اثنين أس وأس معين، يعني 2 باور 2 ان، يعني 2 أس ان، يعني تكون من مضاعفات عدد 2، راح نشوفها إن شاء الله بالمحاضرات اللاحقة. أنا ما يعني أدوخكم بعد دنيا رمضان، بس هذا المحاضرة اليوم احنا نعتبرها محاضرة introduction، حتى من نجي ان شاء الله ندخل التفاصيل كل نقطة موجودة، يعني كل فقرة موجودة بالسيليبس صار عندنا introduction معين منها حتى نجي ندخل التفاصيل منها. بدينا بالسامبلينج، المحاضرة القادمة ان شاء الله ندخل بالتفاصيل الرياضية مع السامبلينج، واذا شفنا انه اكو وقت ندخل بالتفاصيل مع الكوانتايزيشن، وإن شاء الله نكمل بالمحاضرات اللاحقة. أي سؤال عيني طلاب؟ ما يدوخكم بعد، بس حتى الحضور هم يتقل من نص الحضور بس، فإن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة. إذا ما عندكم شيء بس أخذ الحضور، على ما أخذ الحضور اللي عندي سؤال ممكن يتفضل يسأل. اهتموا بالمصادر اللي شفتوا ان شاء الله السبعة بالمحاضرة الحالية، هنزل المحاضرة على الكلاس روم مع الاتصالات، طلعوا على المصادر وشوفوا الأسئلة الموجودة، الشرح يعني اللي يحب يقرأ يعني فيها شوية تفاصيل أكثر، بس ما يدور نفسه بس انه يطلع على الأسئلة، طبعا موجود كل الأسئلة الموجودة مع المصادر أيضا، وإن شاء الله تكون مادة سهلة عليكم. على ما أخذ الحضور اللي عندي السؤال ممكن يتفضل يسأل. اسمعوني طلاب؟ نعم. بالنسبة لآخر شيء حتى هم يعني لازم تعرفون ولو هي نفس الأسلوب الكورس الأول، بالنسبة لتقسيم الدرجات، بما أنه المادة ما بيعملي النظر هي بس مادة نظرية، فالسعي من 40 راح نمتحن إن شاء الله نصف كورس من 30، تبقى عندنا 10، نعطي 5 من الكويزات، شوف كم كويز نقدر نمتحن، والخمسة الباقية طبعا احنا راح نطالبكم بهومبوركات، ممكن ما نتحمل 30، ممكن نتحمل 25،
أنت مثلاً خمسة من آخر خمسة من الثلاثين أعطيك مثل بروجكتات بسيطة يعني، والتطبيق مالها بالماتلاب، موجود عندكم هذا الكتاب، موجود عندكم الإنترنت، يوتيوب إلى آخره، وأنتم بس تكتبوها وتسوون البروجكت بشكل بسيط. يعني أي موضوع إحنا ناخذه إحنا نريده بالماتلاب كود أو السيميلينك، أهم ممكن نعطيه بالكتاب. إذا عندكم درجة للهوم وركات، درجة للحضور، وعندنا درجة للبروجكت. بس احنا نشوف انه شلون راح نحسب هاي الخمسة، ناخذها من الثلاثين لو نبقي العشرة بس، ورا ما نمتحن نصف الكورس نمتحن اما من الثلاثين او من الخمسة وعشرين. بس مبدئيا عشر درجات راح نشيل من الاربعين حتى على الواجبات وعلى الحضور وعلى البروجكت. فيعني اهتموا بالمادة، قد تكون امتحانات حضورية حتى لا يعني تعتمدون انه وقت امتحان الكتروني، ونعرف امتحان آلية امتحان الكتروني الى اخره. اي واحد عنده سؤال تفضل يسأل، انا اخذت الحضور وما عنده شيء يقدر يتفضل يطلع من المحاضرة.